خاصنا نقسموا مجموعات وخا ضرب عاد ديال المجموعات. كل مجموعه غادي نعطيها سوجي اللي غتخدم عليه، واخا يعني كل مجموعه غادي تفاهم وغادي توحدوا افكار بيناتكم باش غتعطيوني التعريف ديال هذاك الموضوع اللي غنعطيكم عنه. واخا هي كلشي على السيده، وانما السيده كما قلت لكم كاين التعريف ديالها، كاين طرق الانتقال، كاين الناس اللي هما اكثر عرضه للاصابه بالفيروس ديال السيده، كاين الوقايه من الفيروس ديال السيده. واخا انا غادي نختار مجموعه اللي غنقول لواحد غادي نوض داير. واخا واحد الإنسان بعدم وجود المناعة. ولقد تم الكشف عن أول حالة سنة 1981 في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف عالم فرنسي، حيث ظهرت كذلك بعد عدة سنوات في المغرب سنة 1986 التي ستحول سنة 2013 أزيد من 9000 حالة، 31 حالة مصاب. أزيد من 31,000 حالة الناس اللي هما حاملين الفيروس ديال السيدة. وحامل الفيروس ديال السيدة هو أنه كياكل عادي، كيشرب عادي، كيخرج، كيدير علاقات جنسية، كيتزوج، كيولد، كيدير، ولكن ما عرفش راسو أنه واخد الفيروس ديال السيدة. إذا هاد الناس راه منهم أزيد من 31,000 حالة في المغرب. واخا إذا التعريف ديال السيدة هو فقدان المناعة المكتسبة أو لا فقدان المناعة البشرية. VIH هي فيروس إيمينوديفيسيانس إيمان. علاش بشري؟ حيت كيعيش في الدم ديال الإنسان فقط، ما كيعيش في الدم ديال الحيوان. كما قال الأستاذ قبلت لواحد المجموعة، الفيروس إن فوا كيكون في الدم ديال الإنسان كيكون متطور، وإنما فاش كيخرج من الدم ديال الإنسان كيكون ضعيف، يعني مدة واحد نص ساعة أو لا ثلث ساعة إلا ما عاش في الدم الإنسان كيموت. ولكن الخطر في الأمر أنه فاش كيكون في الدم ديال الإنسان يعني كيتطور بزاف واكثر. اذا هذا الفيروس ديال السيده. السيده اللي ما قاتلناش الاخت المجموعه ما قاتلناش المراحل ديال السيده، واش كيديرها فابور غراتوي؟ عندنا سونتر، عندنا طبيب بن سوده هو قريب تابع للمنظمه الافريقيه لمكافحه داء السيده اللي سميتو مركز الوقايه والعلاج، طبيب الحومه القديم اللي في بن سوده. تما كاين المقر ديالنا، اللي بغى يدير التحليل لنا مرحبا به، ولكن فقط اللي فايتي 18 عام ولا 18 للفوق. لا من 18 للفوق، حتى الا كنتي قل من 18 سنه، الا كنتي قل من 18 سنه غتجيبوا لي امر ديالك. علاش؟ لان حنا القانون كيقول لنا بان الا ما كانش عندك 18 عام ما ديروش التحليله. واخا الا جبتي ولي امرك الاب ديالك او الام ديالك يمكن لك دير التحليله مرحبا. واخا التحليله كتكون سريه مجانيه تطوعيه. شنو هي السريه؟ هي بينك وبين الطبيب اللي غيدير لك التحليله.
مش جارية هي ما كتخلص فيها لا هي لا تطوعية الا بغيتي دير التحليله مرحبا ما بغيتيش دير التحليله راه ديالك ماشي اجباريه نعم اذا هذه هي الفكره اللي غنعطيكم طبيب لا تليكم طبيب كاين طبيب اختصاصي حتى في الامراض الانكولوجيه اللي ما فيهاش الوقت اننا نهضروا عليها ولكن ناخذوا عليها واحد الفكره اللي هي يعني منخفضه الطبيب اختصاصي بالنسبه لك شي تعفن او لا شي سيلان جهاز التناسلي سواء عند المراه او عند الرجل شي حبه مثلا نهرات في الجهاز التناسلي ماشي عاديه الم حاد سيلان اللي هو غير طبيعي اما في ريحه اما في حكه اما في لون مغير اذا اي حاجه كتتعلق بجهاز التناسلي جهاز التناسلي فقط يمكن لكم تمشيو تدوزوا عند الطبيب كراس ويستوى فابور وكيعطي حتى الادويه فابور الا كانت ما كانتش يعني كتبت تمشي شي ولكن على الاقل حتى بدي تدويزه فابور سيرتو انا الطبيب الاختصاصي كيكون اثنين والجمعه الطبيب اللي قلت لكم دابا طبيب الحومه القديم مع جوج اما التحليله كتكون من اثنين الجمعه من 9 ل 3 واخا اذا اللي بغى يستافد مرحبا به وكنتمنى ان الحصه تكون عجباتكم ما نكونش ثقيله عليكم الحصه الجايه ان شاء الله نقدر نديروا واحد الموضوع واحد اخر من غير ابتداء حتى هو يكون من الامراض تعفنات او لا من فيروسات واحد اخرى كنتمنى الحصه تكون عجباتكم وشكرا لكم لكم كنوجه الشكر للاستاذ ديالي اللي عزيز عليا شكرا وسمحوا لنا كنا شي شويه طلعنا عليكم ولا ولكن باش تزيدوا تخدموا هذا الداء الختام ويمتحن قرنا ان شاء الله عندي لكم عرض على الاستفادة ما جبتش لكم اي سؤال عندكم اطرحوه مرحبا بكم صباح الخير عليكم من الشرف ان نجي عندكم السلام عليكم هل الاستفادة علاج هذا سؤال مهم جدا واش الاستفادة علاج لا ليس الاستفادة القرش لحد الان او شفاء تام لحد الان مدى ما قرش القرش معنى انا صحيح نمشي للقاح راه باش ما نطفاش وها انا ما غاديش نطب واخا ندير علاقات واخا ناخذ ادويه واخا ناخذ ادوات حاده لا ما كاينش لقاح حنا كاملين معرضين لهذا الفيروس يعني اللقاح ما كاينش شفاء تام يعني اللي لا تبع مثلا شي شفاء غادي يحبسوا لنا بصفه نهائيه مازال ما كاينش يعني الشفاء تام ما كاينش هو فقط كاين طرق العلاج بالنسبه مثلا الام الا كانت فيها ومشات حتى خدات الدواء كما قلنا قبيلاتي من الاول حتى التالي ودير عمليه قيصريه ممكن ديك الجنين يطلع ما فيهش ولكن بالنسبه ليها هي واش غادي يحبس داك السيده ما غاديش يحبس لا فقط كيهدم داك الفيروس باش تقدر تعيش معاه واحد المده اطول لا يكون وجود عياش ثلاثي يخفض كمية الفيروس في الجسم ويتيح الحياة أفضل للأشخاص المصابين ما يمكنش ديك كما ذكرت لكم قبيلة العلاج الثلاثي أنه غادي يحبس بل غادي غير غادي يرجع لك تعايش مع ذاك المرض واحد المدة لكن أنت مثلا غادي يدي بك ديك الفيروس لربع سنين وتموت ممكن ديك العلاج الثلاثي تزيد واحد العامين ولا واحد السنين أو على حسب ثاني مكان اش ما نضربش بشي تكرة بحالي بحال الناس وندوز ندي شي عاهرة
وش ندوزو شي ليلة مومو شي دوزنا الويلة ولا هي كثيرة كثيرة قول شرب دير اللي بغيت شي شرب لا تكون مشيت عند الطبيب مشيت للطبيب الحوم مشيت للطبيب اختصاص جلس موجودة جلس دو فيا الدوخة وفيا الرواح حتى نحس بداخلي مزيكا عطاني واحد المضادات حيوية قال لي هاك شربهم تولي بيه شربتهم وليت بيه ولا تسمع كاين كاين واحد الشريات ديال السنين تيديرو فيه واحد الحملة كاين شي جمعيات درت حليله فابور سيريه تدخل تدير حليله تخرج بحال هكا الحمد لله جيت درت حليله وبقيت كنتسنى بعد نص ساعه جا عندي الطبيب اسال الطبيب شنو واقع الطبيب ساكت ساكت ما حسيتش براحتي نبكي نغوض صافي حياتي مشات مايمكنش نبقى عايش كيما كاين غادي نموت لا تبرد مع هيا بر خشة ولا عود عمان دابا يزيد الزمان في انسان حتى انا مريضة انا ضربني راس بار رجلي ما عرفش راسي مريضة تدا سنين واعوام ولكن الحمد لله لقيت جمعيات من ضمن الاسرة ساعداتني وخدات في يدي عطاوني الدواء فابور وطلب لنفسي ما وقفتش الحمد لله حالة الاكتئاب اللي كنت فيها انا كنت بحال كنت غنزاح ولكن فضل هو وفضل المرشدة الاجتماعية ديالهم الحمد لله انا مازال هنايا وبشخصية طلعت مورا طلع وليت عايشة حياتي بحال الناس كاملة ولكن وليت مهبود في المجتمع ما عرفتش ما فهمتش واش غلي مصاب بالسيدة بغيت تنبد من المجتمع واش انا ماشي انسان انا انسان ولا ماشي انسان واش انا انسان انت انسان غير انسان بصح هاد المولى والحرمولى عائلتنا زدونا خوتنا نطرونا العائلة كلها تخلات علينا حيت هما ما عارفينش القيمة ديال المرض اللي حنا صابينا به ما عرفناش حنا ما درناهاش في يدينا حنا اللي كتبت علينا يدينا يدينا ومع جمعيه الاخرى نزيدو القدام